تتجه أزمة الخبز في تونس نحو الانفراج بعد التوصل إلى اتفاق لإعادة إمداد المخابز غير المدعومة بالدقيق، ما يشكل بداية حل لأزمة نقص الخبز التي تفاقمت خلال الأسبوعين الماضيين. وأعلنت وزارة التجارة استئناف تزويد محال صنع الخبز غير المصنفة بمادتي الطحين والسميد بداية من هذا الأسبوع بعد تعهد أجهزتها باحترام القوانين والترتيبات المنظمة للمخابز. وعلى أثر بوادر الانفراجة هذه تقرر إلغاء اعتصام كان مقرراً الاثنين أمام وزارة التجارة في العاصمة، وذلك بالتزامن مع استئناف الحوار مع السلطات بشأن السماح للمخابز العصرية باستئناف إنتاج الخبز المدعوم، ولكن على أساس المعايير التي وضعها الرئيس قيس سعيد. وتنتشر في البلاد مخابز مصنفة تتلقى دعماً كاملاً من الحكومة وأخرى عصرية غير مصنفة، وهي المخابز الخاصة التي لا تتلقى دعماً وكانت تحصل حتى بداية الشهر الجاري على الدقيق المدعوم بثلاثة أضعاف ثمنه. وتواجه الأسر التونسية نقصاً في الخبز منذ نحو شهرين، حيث يقف المواطنون ساعات عدة للتزود به. وفيما يؤكد سعيد أن الأزمة ناتجة عن الاحتكار والمضاربة، يرى خبراء الاقتصاد أن الأزمة تفسر أساساً بنقص الحبوب، ما يعني نقص الدقيق، لأن تونس المثقلة بالديون تعاني من شح في السيولة، وهي غير قادرة على شراء ما يكفي من السوق الدولية.